كلهم على وراسنا دي لهان تيم با اغيارتها وضع نقل حين داي وامرك لأي برامج كان فاقدا دوراركا قضو بضا دوراركا ناكو مغلي دون تا انو حاكم اذا داخلي مالي يدن يدن كا يثوبيا وكاهر اي بنجيقا الدونكا اي ام افتا يدن كا يثوبيا ودي كراوية شيء يدو حالدا يدن كا يثوبيا لغد ديرنا يو خبرو دا نقلها يدن كا يثوبيا أي وردك دك أهكا سو ساري شاقين دولد دكتور أبي أحمد إلي العقتا سعير صندوق توب قبي هانا حقوك أبي أحمد ونا سيجر دونين بلا دوا شعب كاي توبيا والله يلدران قاجو أمن الآن آد مبارا يا قبي هان بقوانك ورئيس الوزارة وقاتي يا العقتا لغو شاقين 10.5 بليون دولار إسي يلغو سوشوي بانك غد حيد دلك إتوبيا ايا مركل حالات كلا اوكرا فوغاشاها قلني سيقبي اهان بحوغا قسكوها يا دلكا اثوبيا سيدو كلا قلبات كالستي وليها وشي سوي تاقنتا شعب كي ايا لربائيري حوغ لقو دابرو قبي اهان الوقا يا مغالو ينكي قربعي سيحون روفا عديتا يديغا ندي عفرتو ايقا عانتا كويسي يضو عيدا موسكو دفا ملتاريق اثوبيا يا عيدا مدى فضل البوليسكا هاوش هاسم لوغ مدي ايو قدي كا كلا سعود الله مدى الدولة ديغان واد ديغان كا سوماري دا ايو ديغان كا عنفر دا موسى بيحي عبدي ومدحوينها مامول كا سوماري لان ايا قبي هامبا لو دي دي سفرتي سي ادي السببا ايو دا شروط وين لا طولي غاي اوض هاب كان اكو مغلي دونتان موسى بيحي لكو سي هاي سمغالا دا هرقاي سا سيدو كالاتي هوبكي اوال لقاي عبود واق اما شعبك عبود واق اي كوهب سدينه أنا نقوم بلقايستان حدود كام أيا أول مرتين لقى سو سارة أيضا سيدوك الوزير كارمها كوها الدولة الفدرالية في الصومالية وهو كاسي عندي كدن بيزي وفرق كوفي غي شغينا إن الشرق اللي هو كان الدولة دولة الصومالية أنا أي دبقى الوين أي كوها يسو قد بدا سيو قد بكرا فا فا سنة يا وركينا كوها غينا برامج كوها يقرأ قيب قرأ صاحب كي غوري غوري وصولو وحان تغينا ادي السبب هو عاصمة دالك ايثوبيا وحان اقصورين دالك ايثوبيا انو هلاي ماليات انا غالا ماليات اد اترابان 10.5 بليون دولار الي اي ام اف يا بنك ادوكو اي دالك ايثوبيا اي دينهان اي كوسيان حاسا يشان العكتاسي وحان كدي خبرا نقالها اي دالك ايثوبيا وشان العكتاسي انو ابي ايرسان دونا كانت دنبين دونين العكت أسرع إنه قلنا أنت العكت دلك إثيوبيا وتدا بربر ك وهر سيد دوتا أيضا لو سألنا بنجيا دلك إثيوبيا إن كحال في عمل لجوا العكت أتكد العكت إثيوبيا برتنا أي قاعد يمشي وجوز يس أبد حس يا شيء أي ولي أي معيشة يلا لا شدتك أي خطر وين جوجوتا قالوا بالأول العكت هذه كفا لورا يا العكت الخبرة إثيوبيا محيو جديا نبعتنا إثيوبيا كنا سمحيتها aan sidoo waa maxsantahay ee Ethiopia horta xaaladeedii muddooyin kala soo dhaafay waxa ku jirtay xaalad dhibaato iyo dagaalo iyo sicir barar iyo macluul ee dhamaan ay dareemeen xitaa waxa jirtay bulgariir iyo dhibaato kale oo soo gaartay marka wararku waxa sheegayaan in hadda ay Ethiopia IMF deen weydiisatay dhowr mar hore ay ku fashilatay laakiin markan 17 bilyan oo dollar taasna waxay ka dhigan tahay Ethiopia in Abiy Ahmed uu isticmaali doono inuu ku maqooniyo xoogaa ka soo horjeeda Ethiopia isla markaana dagaal uu mar kale sii geliyo gudaha dalka Ethiopia taas dadku markay leeyihiin lacagta la siiyay Abiy Ahmed si qaldan uu isticmaali doona waa inuu dadka kula dagaalo raba inuu gumeysi geliyo raba inuu qoomiyada isku diro raba dhaqaali awoodi diyaarada wax lagu rusheeyo soo iibsan raba waxa soo dhanay markay leeyihiin mucaaradka dalka Ethiopia waxaana leeyihiin arintaasi halis weyn ay keenaysaa mid kale Ethiopia lacagta la deeminay 10 billion ka Ethiopia ma soo celinaysaa Ethiopia waxa soo ma celiso lacagii hore lagu lahaa 100 billion ka badan ayaa lagu leeyahay ilaa haddana wax ka soo laabta ma jiro Ethiopia dekad malahan wax soo saar kale malahan waxa kaliya Ethiopia la sheego inay dhoofiso bunka iyo marka ay waxyaabo kale ayuuna foox la yiraahdo wax kale oo aad Ethiopia gudeeda laga helo ama laga dhoofiyo ma jiraan taas waxa ku dareemi kartaa marka inaysan Ethiopia wada toosan wax soo saar ah ama canshuur laga heli karo fiican inaysan jirin aan culays weyn lacagta saada la deemiyo inay sii lahaan doonto IMF-na inay ku lahaan doonto muddo sanadooyin ah inay lacagtaasi aysan heli doonin la aaminsanahay dagaalo iyo burbur iyo dhibaato kalena inay u horseedo dadka lacagta Ethiopia ee gooniyo laakiin khubarada dhaqaalaha ee dalka Ethiopia waxay leeyihiin lacagtan xukuumadda abi way eersan doontaa ayagu waxay ku saleeyeen in aanay isla jaan qaadi karin sarifka lacagta qalaad iyo lacagta birta Ethiopia
شعبكنا أي كعظمه أي بالله بدونا كعظمه ده أنا لجسوا الرجال الرجال زرع دلوك إثيوبيا جبهانا إنه الأكثر إرسن دونا الأكثر ما هو ما مشرقال إثيوبيا الواد جيبه وأدون كوره إن أمريكا إثيوبيا الأكثر أي سو سعر ويدو إثيوبيا الأكثر أي ودون خلدان أي واد يكسبه من التلاعب لا جاك قاعدو دلوك لجوم قدوميو شعبك لجوم كعيو سعر دلوك أي واد هو جان كان عيان مرجع لما لقيا بقى أنا العكتنا عتاب مدي أبي الربعين الجردو إنك صدقت كويلي حتى خبره وحكمي ده تاريخها وده ما ده سوق قاتل وحكمي ده حدا الدولة دي الصومالية يكون سجال بقول تدواتن إيو شنت تدواتن سديت دي إلا يكون سجال بقول سديتن إيو شنت الصومالية يا سنة لو كان صرف كا يا العكت الصومالية العكت الصومالية وقت يسجدي إيو العين كانت يا العين تاني بس الصومالي وقع لهم صاحبين كده وأنا مركي وباتو كبيرة بتالين. مالي 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 المركا سعر برر كان وواحد قدرنا الشعب كعذون قصة يعني كين وحكد عبوا وجد عشر لقدر أي كده قال منه إلا هير بصير ردي لا عسيلة أي حالة تجارته مركا واحد رمسا إن كعذون الشعب اللي باتوا وين قلنا كرو أبي أحمد يجري تانكيسة سيدا أشياء تي قبرة أشياء جيان وعارين مهمة وأنا عارين صحة دتك قرروا حليهن أبي أحمد إن وحر وعير ودتك أودوا أديك سدو أو تكرجة بربريو إن نمكن رام حارة بربريو أول بربريو إثيوبيا كل يسكت صهارة وركيس أو كسر هذا قرش فربضنا وكوب حيو سراكيل فربضنا إنه لسه وريجو أردن كإث محل المعارض كل سو وريجا يودونيا أو كل اللالوش مركا وحياة بدن أبي أحمد قرشينا يجيران حتى دتك قارو حليه نص مالي دولان بخاض الربع أو العتن دولان وهذا سدو مركا وحياة كل الدول aya jiro oo lacagta sababta uu eersan garto abi xali aad dagaal ku qaado Soomaaliyana fashil uu geen doonta hadii gudaha Itoobiya la dagaal ku qaadana fashil keri doonta hadii shacabka sicir bararka hadda uu ku bilaabeyna oo leeyir online ay wax laga soconayaana waxay noqonaysa sicir barar kale iyo dhibaato kale markii Itoobiya halis weyn ay ku jirta burbur haday u yimaadaan abi axmed oo keenan leey kara shido wama santahay gooniyo sidoo kale qoyga dalka Itoobiya gar ahaan deegaanka axmarada wali colaadu halkeeda ay ka taagtay xogga faaliye military ee Ethiopia la dagaal xaraad ayaa wali dhaxmaraya ciidanka dawladda Ethiopia ayaa sheegay inay fariisimo waaweyn oo xogga faana ay kula hayaan gobolka Axmarada inay ka geysteen duqeymo aad u culus halkaana uu khasaare badan ka soo gaaray ay sheegeen dagaalyahanna aad u tiro badan oo ka hawlgalayay gobolka Axmarada inkastoo ay faano gabigoodu ay beenisay duqeymahaasi ay ciidamada dawladdu sheegteen inay si weyn ay ugu gumaadeen دقال يهنا عادو ترى بدنا كتر سن حقق فار فانا يدور ده تو بيا يا كرسي جابرس كوفا ده أيضا قومي ده أحمر ده جبي هم بقى أي دونس أنا أبي أحمد عدي بدل أيضا أي دياست قرينا أي كنت عن ماشى أبينا ونا قر واحد كأي كنت عن إنك استو وبيدي ده كي تو بزوج حكومة جل تكرية يا أحمر ده أي لا يا بيهم بالير تاب كو كرنك ودلك وكو جامري الجرايد تو بيا يا دكتور أبي أحمد وقت جو دلك قصدي لعقت إيطاليا وحين مر يستمع لبكون يتطبع لبكون يتطبع قال يبقون كدور الوكا لسيرفنجر أيضا يددكو هذا بقول كدور ربع أيهران أي آد يآد أي وقف الليل بري ماشى ما تو مريو لبي يتطبعون كل يتججب ومريو حالا ده إيطاليا أيهران آد لو قدر ميا أيضا إن ممكن دلك سوى جامد جرا يسوى نشوا وهايان لقرا ياو إلى حقوق جاسي جو أنا من السر أي جارن ويجي بهم بيكون ده قالوا مجان كورنيلك أنا كنت عارفين يعني جي بهم بكورسيس إن كسر تاجر بلارن وكيل يقومي ده وكسر جد ترى ده بدن سيدوك على جنبات كاسيتي دول دكا كا سوماليا ولي هو حل أهل لجمهرين دول ده فضل على كيتوبيا يد دول دكا أنا ده لبادة دكا ودكا كا سوماليا يا مامل كا عبرتا أيا مجا عيبالي سدح بدي أو ككرا كوبان لبادة دول دكا يو هير فضل على وها ملتريا يا بولس فضل على كا وبرامج جبيا هم با دكا جلينيا أيا دول دكي كسر بركة عيب ya usoo qahay dhanka ay dunyad iyo daymad gabi ahaanba la daabuli doono maalmar ay ciidanka federaal booliska ay amaankooda sugi doonan ayadoo laga baqayo hadhow markii afartu gabi ahaanba deganaas si hoos loogu wareejiyo inay dadkaasi ay gumaad u geystaan inkastoo horeba garbaciisa arintan oo kale ay ka dhacday mar lagu wareejiyo amniga deganaas afarta ay waxa ogeyd ay halkaas ka dhigtay warina digniinaha ayaa iska daba imanaya loo jeedinaya dadkaasi inayna ku degdegin inay halkaasi dib ay u deegaameystaan
سعبي جوني أيام مركز الديب وصل نقرية جوني وموسى بيح عبدي طب الحين هم أول كسومالي لان ومدد بل هذا هي إنه أدسوا وتجد السفريز المدبر أي بابا قرية هي مركز الدجنين وصل در أدسوا الدجنين ده سقوط بيت شروطه أذك بار الغطري بحاجة مدينة سفرتي ولا جبهة جالي أرتا شدو نكال وقع مصبيح إنه مالنت سنين تهيت أو تجا أو شلي هاد إنه تجا مجال ده عدي سواء لويشي وأنا مدي الشعب كرئيس مال الحكومة دال لي مرة مرة لو قبناي أرنتي نوا فشلت وحنا فشلي إن أبي أحمد أو كيري مصبيح هادي هذا رئيس الستيت إنه بدون هذا وقاسيد هذا إسرائيل تود آدم ودين أو رئيس الستيت يمحل هذا إن شعبك إن حال الرسومال إنه متى هذا إيه كنين صور قلم نقطة نحسن كل كاسلة تقو إن ده كي جودي كي أنا أدري هالكاسنا وربحنتها إسيان وحش شجن إن هالكاس هالس كتيرتو شعبك إذا حتوريين حالته إيه أتكد جود جديد كلا قضى مريين إن إنه كعذر مش كجرا إيه ندري منه يرمى كعذر كاس دو جرا عندما يتوبي إن تقال كاس وأتكان دون تا مرك وحير شعبك رأود الستيت أو خر عصن إيه كن هشيز كنوا ربما يستري كرا إن مصبيح وحكة تراسولي إن رشيسك بدأ يحكة تراسولي وحكة تراسولي أخونسكي وحكة لحكة تراسولي إن شارك أوتوبي أرنا كربي هذا نوع حدا يهوب هل يهوب بدله أنا جالسي خاطب الرواينا عن قبضه أمريكا هوب فر بدن هل يسي إسالات ملتري إن بدنا لو ريجا تاس أمريكا أبي أحمد دنا خول كلا يكون خطي وأبي وحكيش قصي هدي هذا العلا بدي أوتجو إذا ما هو جيد قال نكون بالله سبتر أول استيد إذا ما بدنا جرو أو لا دياري أو كعدة سمينا أو هاس لا خوري أو جبوتي ملك لا خوري اللي ترى إذا ما سووا ده مركز إيشين سدح جسود الجرو أو جبوتي وده حي سمالي ينمك ليه اللي ترى وده حي أو إذا ما لو قطع بلايو يعني قبل هذا سي محل الأول استيد مركز إن ويران مركز أبي أحمد حدرمي هلك سير كعدون يحبط إنك بلاهون تمرد ده حبط بلاهوتنا سومالي رن وحوي هده هو بيقاد دوران ويسوق تري دوران ده قالك حال دنو وينان كرتا مركز أبي أحمد عكش كسي هاي ده قال إن دب بدن هاي أيه وجي هاو دب بدن كي ما انكر مركز مصر حكيرني وحدات دون يسوع يشيس كنا دفن قال أخوس كده مشك بحسي إن شارك يتوبي أكربتنا مشك بحسي هوب واقصينا نوع عربته أو هوب واديار لكن رئود الاستاذ قناع صن يكن مركز رئود الاستاذ مركز نويدي ذن كعدون كذن ومجد هذا مصبح الليشيا أبي أحمد أتقان ده مركز سوحان قناع سا دولة فرق سومالي يوحي لدوبة جبوتي إن ماشك بحدي ورئود الاي مركز دولة القيانين كتبنا إن يتوبي سيدة ربط الله يالي نقنع لكن رئود الاستاذ عرد دولة كمفي ليسو وانا ان ارمك لو فربدن ايانا جيرو دولة رئود الاستاذ دولة كدحيو اخوانسيا كدحيو كعدون ايو دقال نيساميان عيدمان اللو كيانا ايو ابنا لسيو ايضا ماشي كجورتا قرشاس نووجرا مركا موسو حولي ماذا اي ارك دونا ان واتدوب بلود ان ايكو قادتين ابي احمد او اركو مصبيح مرلوات ما لنتي كوبا ده شيد كسيحان الا ايا حدا ان ابي احمد المصبيح ميسن كلمن هلكا وحا كدريبا مركا ان ايتوبين خلاف جيرو ايتوبين وح رسمي اسن وينين مصبيح ايا دريم كرتا هدي لقيت ترازل أقول سجي شعبك وغير الصومالية اللي هم ويرين أي كبيه أنا أقول سجي مشك بحي صو إذا شعبك أي دول بحياة سمايار كسوه الجزلان قرشة يتوبي لو كان هتوم أقول سجيم أيوة أقول سجي بدو بتوين ير ولا دولة أقول سجي نقول سجي يتوبي إن دولة كلها صاحبة ده كين دون ده أقول سجي نبض وضف فرنتا بتصبح فرنتا من لقون دورا سومالان مش هسي وحكيه للدون ده تاجر وين دو برامج كذا كبيه هم بصوحر بي محل لقط بون الشعب كوقي الصومالية. النهاردة أخوسي قد ذكر لوحة لونه دلنا وسيلة شكت أخوسي أهل الصومال أنا أخوسي أنا هلينا أي لوش هل أنا قلنا فضلا بحنا أنا أخوسي وهلينا هذا أخوسي موسو كتنا سول شعب كرسومال لأنه أوجين إن ير أو أصل في الكيس تاجر سن أو قاب قبيل كنت تاجر سموي أنت كلا ذات كرير زملا مدونا يان إن بطل قاتو مدونا يان سو يتوبي كسو حد كتبتو يتوبي لقن كذي نلوش يدر ويا قرن مركو حلي يتوبي أهل دول دجان سومالي ده أيه درسنا لا دوات ده أكو قبان ينعب كو قبان وأغناي مركو موسو من جدا لكن مصبيح وأن ماله عدا ماله أمه ده سومالي ترى ده مصبيح هو عد إنه سومالا فرح كبحيو يتوبي الكوريجيو قلنا كل حاجة يتوبي إن أنا نقطع أيو الربع سجل إذا شيء سنة وحول ل لقين ستتجر واي وقت ينكذب إن وسكدر ذلك راء ودم كراء حال دي سأس بدل كرتو سر ركوا رود كراء مركو حر وموس إذا شيء سنة وحول لقين الرواء وسمال لنا تاجن ومركز عادي إن المركز اللي هني أي الدنيا مركز حاله دو حاله سين مرسا موس نحقوات كسنة إلى توبي وقعد عقل دون إلى توبي نشيس كي نيجي كل غاضو وحياه بدنا كحجو الدنيا يا علاء ساري هذا وكان أبي أحمد قرنه ورقد وقرأ داور الصومالي اللي هذا الشيء تكاد أنا هدار الصومالي كراه الله
شيس كانوا كلامنا لكن نكان موسو وريري وحياه جاينا مجرد شيس الله الله يا أحمد حلولي يا قصارة ذا يجبك يكعذونك يا الدنيا كسر حرمي دارك ما ملكت موسى أبي أحمد حلولي محيق شيس كان موسى نبت كذا تاجر شيس كان محيق يا دو دخل قليل محفره إجلي مركة إثيوبيا نعيب الأحفادسة سومالا نعيب الأحفادسة لابد أن مسؤولين تنو حاول ماله حوضا لأيين حرد نوكو عدد تشيدو قولي وقوبة نوكو دنبيا بارمانكا سوماليا وحاوية نوزيركي أرماها قدا وحالا قوي دي هوبكي شعب كان عبود باق أي بريلا قيستان سيدو قلا حين لبعنا دا دواقة كسو يري وداركي سي معارض نو وين بمجريين oo inay dawladda xasan sheekh maxamuud ay si weyn maartay ugu fashilantay hoggaamintii dalka laakiin wasiirka arrimaha gudaha waxa la yiri hubkii cidii ka dambeysay keenidiisa iyo farta ku fiiqay iyo hubkaasi meesha laga keenay iyo meesha uu muddada dheer yaalay isla xisaabtan buu sheegay dabagal buu sheegay cidii ka dambeysay in gacanta lagu soo dhigi doono ayuu sheegay baarlamaankuna ay uga fadhiyaan maxaa meesha ka dhacay أنا أرى البرلمان كأن أقل خسارة سؤال فربنا ويدي نكن لقوم الأعمال الحوش أو سيرك أرماء جودة وحنا كور بحيي إن هو كان مدق ويا لجودة إثيوبيا سياس درادنا هالكاس أي جناح تكويسي جناح ستدينا أي قدام بين دسكوت غير نسيو جليان سوماليا كري عابد وقنا هو كعنته أوجلي هالكاس اللي بعد يدقال وكدعى قدام بين تين هو كدت كاس وقعنته أوجلي مركز الدولة دوحش جي إن قدرته وسيرك أمنيجا أسرق إنه أردا سي حالك كأنه hubkan aan shakiga laga qabo iyo dhibaato kale geysanina ee dawladda ku mashquulsano yiri xalkeedana ku jirto mid kale wuxuu yiri ganacsatada keentay hubkan soo gelisay Soomaaliya gudaheeda dabagal ayaan ku haynaa xogo badan waan haynaa ilaa ay ka soo dhameystirmeysana anaga ayaad naga warsugaysaan oo yiri oo xog buuxda aad ka keenayno marka ee wuxuu sheegay in hubkan si sharci darro loo soo geliyay Itoobiya gudaheeda muddo iska yaalay waxaana qorshe la soo maleeyay oo gudaha Itoobiya laga soo maleeyay inay tahay ayuu sheegay markaas uu sheegay in gudaha Itoobiya laga soo maleeyay dareem kartaa yiri ganacsadaan hubkan iibsata dhaqaale badan ay ku bixisay marka wuxuu yiri hubkan meesha loo waday cadeenteeda iyo dadkan ganacsada waday iyo wixii dhan oo complete ah ay dawladda Soomaaliya rabtaa inay soo bandhigto ana cadeemina keento dadku haday dibad u baxsadeena dabagal lagu sameyn doono haday gudaha joogaan gudaha lagu qaban doono kadibna halkaas lagu sameyn doono baaritaan rasmi ah loo soo gudbin doono baarlamaanka ayuu sheegay sidoo ee gori oo salaama dhigi karo dawladdu waxyaabo badan ayay qarinaysaa sababtoo ah waxaan u soo naay hubkan cidii waday ee galbinaysay ee Itoobiya dhankeeda kala soo wareegtay waxaan ciidanka qaranka Soomaaliya ahayn ciidanka nabad sugidda ee dawladda ee federaalka Soomaaliya ahaayeen ayaga hubkan laga xoogay oo laga boobay sidoo kale waxyaabaha dawladda lagu eedeenay ee xilbanuhu sheegay waxaa ka mid ah miyeyna magaalada cabud waaq ay lahayn maamul hoostaga ee dawladda gaar ahaan galmudug hoostaga miyeyna jirin booliska kontaroolada oo loo sheegay in hubkaas maalinkaas iman doono miyaana guddoomihii magaaladaasi uuna xogta war ka haynin miyaan communityga magaaladaasi ayna war u haynin hubka sida loo weeraraba la isku haystaa dawladdu inay wax badan qarinaysay oo shaqoolada qaybo ka mid ah ay jireen bay u badan tahay la leeyahay dawladda federaalka Soomaaliya hub inay kala soo degto Itoobiya xuduudkii kasoo geliso uma badna waa 190 waxaan macquul ahayn dawladdu hub baa sharabtay kala soo degi kartaa diyaaraday ee la baraysataa in waxay haysataa in meesha la yiraahdo in waxay haysataa meelo badan oo wax kala soo degto dekada haysataa ay nooc meel baa wax kala soo degi kartaa laakiin dhul samareeb ciidamada NISA ee ku jooga dhul samareeb amarka cidii siisay ayaa ilaa hadda lagu daba jiraa cidii dadka hubeen soo qaadaan inay soo qaadaan sababtoo ciidamada waxa ka baxay dhul samareebna qorqor ay joogo qorqorna ciidamo NISA ah iyo ciidamo oo maxalli raada maamul galmudug inta buu haystaa marka NISA-dan waa NISA-da galmudug ka howlgalaysay waxaan u diray kolba dad meesha iska dhow ama ganacsato ahadan ama xuduud Itoobiya aaday wax walba la kulmi kara dagaal la kulmi kara se ganacsato ay wamri karaan dagaal xataa lama kulmi kara sababtoo ciidamadan hadii ay labada gaar soo gelbi lahayn ayaga xataa laba cabdi balbisay ahayna la yiri gaadiidkaas inay soo raacaan gudaha la soo geliyaan maxalada galmudug ayay rabeen marka hubkan wax badana laga qarinayaa galmudugna waxbay qarinaysaa dawladduna waxbay qarinaysaa hubkana kama dhex dheer meeshaas oo cadeynteeda loo baahayaa hubkan hadii galmudug ay dirtay qoor dhul samareeb ciidamada laga diray ani ma ogi ma dhihi karo xataa wasiir ku-xigeenka amniga gaboobe ninka la yiraahdo wuxuu sheegay in maxaa la yiraahdaa galmudug ee hubkaasi ay u diran ciidamada NISA inay soo qabtaan maamul galmudug u diray marka waxaa dareemaysaa meeshan in looga cid hubka keentay marka hubkan in la rabay in qoor gacanta la soo geliyo iyo in la rabay in maxaa la yiraahdaa meel lagu xakameeyo cid la baaro
هيا سوين ودغن عدين تهوكا يانا لغا هيا هيا لغا فديا باليرا يضي حلوانا دو هايشيغين إنينا مرنانا قيلة دانتي جوجينين إلا ودا سحا لغو شيغو عدي كدمز هوكا سينو شعبك قاعدو غلا يضي هوكا ولي ديگنين لغا سارا يو شعبك عوضاقنا لغا ديگي هوكا سي إنا او استعمالان سيشار عدارا هما هوكا سي إلا سكولا حسابتا من دون مستقبل برامج سيشار قرية ميل فوقنا قارسية إنتا برامج كان برامج نميدا وكوكول من دونو سيدا ينا بدغني.